نحب نوضح لوقتي حاجه، راني ما اسميش كريم، اسمي عادل. والانتخابات هذه معروفه، يعني مش حتزيد نقول لك انا عليها، يعني باينه الانتخابات. انتخابات عباره عن صندوق كاري بطولات، راك شبه شقشقه، كل واحد يحط البريه تاعو، فهمتي؟ يبعث لي جواب، يبعث لي جواب، ومريكا بقدره واحد احد ريري تحلي قلت لنا عليه، تحلي قلت لنا عليه، وتسنوا فيا انا نقول نعطيكم صوتي ولا حاجه، لان صوتي يعني صوتي كنحب نحتفظ به ولا نغني به ولا باه نبدو لك المرشح. لا لا لا، فضلي نحتفظ به خير فقط لا غير. ما عندكش رساله توجهها للمواطن الجزائري والشباب بصفه خاصه؟ ثم ديما الرساله تبع، لا مش شقشقه لازم نبعثها في الواحده. داكور، الرساله واضحه، ويعني انهم يسيبونا نعيشوا بركه ويرخفوا لنا دوره بركه المسؤولين، باسكو تنجم تقول يضيقوا لنا ياسر، فهمتي؟ حبس برا، حبس الدخل بارتو، فهمتي؟ عباره عن حبس كبير، سيبونا شويه بركه. يعني رئيسنا ربي كتر خيره ويرحم والديه مش حينجم يدير وحده كلش، يعاونوها شويه. هذه ديجا اصلا ما نسحقوهاش الانتخابات هذه، فهمت؟ يعني انا ندبر رسالنا وحدنا، احنا يسهلوا لنا بكر في امور وحنا ندبر صنعها. كل مره هذاك هذاك يهز هذاك دير هذاك هذاك لا لا كبير ثاني، لا اطول منك شويه، حالك قلت في طالون سي بون. شكرا على الراي اخي كريم. توا يا اختي انتم ام تاع الانتخابات، حاولوا يفهموك اراء وين تاع ما انتخابات، راي تاعك على الانتخابات وين الانتخابات يا اختي. التشريعيه تاع 10 مايو 2012، لا تاع لي ديبيتي. يا ربي هديكم تحكيوا فيها صح. شفت اخويا أبارك واحد يبي يقدر يدي في شهر يا اختي، جاي تهضر انت، يدي 40 مليون كامله وحده، 40 مليون كامله واحد شومار، وانا شومار عم بالك قدر يدخل واحد، نقول له 270 برك، 270 ضربها في 40 مليون قدر تعطيك 18 مليار و800 مليون كامله كامله، يديوها هما واحد يديوها 270 رقبه برك، كون يعطوني مليون 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 ليك انت ما تماليش مليون، المهم شومار كل يعطوني مليون مليون عم بالك قدر 18000 و800 واحد شو ما راح يتهناو منه، ما يهضر ما آه. ما يسكت يسكت. انا كنت معروفه بكري، خلاص بكري قلت لي فوت، فكرتني بكري خلاص فوت 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 ابار بوت في لقه من الاخر انساو. ربي يطول في عمره، بس كان انسان راجل هذاك ابار هو شو الشيء اللي تحته نحيهم ربي عايش. وشكرا. بون انا حاب نوجه حاجه واحده برك تسمى لي سيد الرئيس ديريكت، فهمتي كيما يا سيد الرئيس؟ حبيت نقول لك حاجه برك، تم من شعب كما تنجم تقول يعني واحد من افراد ولادك صح ولا ما؟ دوكا يا تعطينا حاجه من الاثنين، يا تحل البرلمان يا استفتاء عواه فوتيو بعباه ما نفوتيوش، بان نحيو الفوت هذايا علينا، ولكن مني جاء فاق احترام وتقدير وشكرا.